بالنسبة لأسعار الخضر، الخضر دائما عودا بيتركز للموسم، خضار موسمي يعني في الفترة اللي فاتت الفترة الشتوية الخضار متوفرة حقيقة، فالأسعار كويسة يعني ما كعب، لكن الأسعار الحاجات الثانية هو الأثر فينا، يعني مثلا أسعار البقالات والهناء والمحلات الثانية بتأثر علينا، يعني الواحد بيشتري حاجات وبيلقى إنه قروش فرقت، فبيكون أثر لنا في الحتة دي. أما بالنسبة للخضار ما في غلا حقيقة، الأسعار كويسة وما في أي إشكالات. والزباين بيجوا لكن في يعني تخفيض في البيع، أقل كثير من زمان يعني. الخضار ده محلي ولا الخضار في جزء منه محلي وجزء منه من الولايات القريبة ما بعيدة، يعني أغلب الخضار في موسم الشتاء بتجي من الجزيرة، من الشمالية، من حتات عديدة. ما بالنسبة للخضر الأخضر مثلا هنا بتجي من قريب من البحر هنا. طيب زيادة ليه الأسعار زادت؟ والله الأسعار زادت على حسب ما أعرف أقول شنو، لكن على حسب ما يقول إن الدولار مرتفع ما مرتفع هناي، ففي زيادات حقيقة في اليومين ده شوية يعني ما زي أيام الفاتت. فنحن زي ما قلت لك بيرجع للموسم، إحنا موسمنا زي خلاص الفترة الشتوية كانت كويسة والآن ماشيين للصيف، أكيد الخضار ماشي في ندرة ماشي تقل شوية، فبقى في زيادة حبة أكثر من أول. المشاكل قدر ما قدروا يحلوها نزلوا الدولار، والدولار نزل، لكن التجار بقوا ماسكين اي زول بسعره، وليوم الليل الدولار اللي احنا بنتعامل في السوق انه الدولار ب 45 و50، يعني لو داير تشتري حاجه بيضربها لك في 50، في حين انه الدولار نزل المفروض الحاجات بعد ده، يعني انا ما عارف جهه المسؤوله منه، لكن الناس ماسكه في اسعارها القديمه، في حين انه البضاعه الخشت دي كلها في السعر القديم، يعني الناس بدها ترجع للأسعار القديمة كلها، والسودان بعد ده يزول اللي بيحب له نفسه يحب له أخوه، يعني أنت لما أنا أقدر أشتري عيش لما يقول لي العيش بجنيه أمشي اللي بتاع الطماطم يقول لي الكيلو بعشرة جنيه بزعل ليه؟ ما عشان يزول رافع، الناس يقول لا لو هديت كده وحبت لأخوانها بعض ويزول حبة لنفسه الأسعار دي بتقعد، والسودان ده ميمش والدولار نزل، ليه الدولار عمل 30؟ هداني الغالي شنو؟ ما في زول بيستورد من برا هسه، كل الحاجات دي بتاعتنا هنا، يعني الناس بيراعوا المبالغه، يعني احنا اللي عاملين في نفسنا، احنا المضيعين نفسنا، لا حكومه مضيعانا لا في حاجه مضيعانا بس.